عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم نحضروا بعضنا عصيد بوفريوا، نشوف بعضنا كل اثر نجاحها وكل تفاصيلها، نشوف بعضنا كيفاش اللون تاعها كيفاش يجي غامق ما يجيش فاتح، ونشوفوا بعضنا معناتها كل الاسرار تاع العصيده كيفاش تجيكم بنينه، وكيف كيف باش نحضروا معاها كريمه عربي. باش نحضرها المره هذه بدون بيض كالعاده بطريقه سهله، باش نحاول بس الماكسيموم، مانيش باش نعطيكم ريسيت صعيبه. خليكم معايا في الفيديو الاخر باش نشوفوا بعضنا طريقه تحضير المقادير. وبالنسبه لاول مره زور القناه، ما ينسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد كل اي حاجه نهبطها توصلكم نوتيفيكاسيون. يلا تاو ما نطولش عليكم برشا، ونخليكم مع طريقه تحضير المقادير. بالنسبه للمكونات باش نحقوهم للوصفه بتاعنا، خديت هنا 300 غرام بوفريوا. وبالنسبه للبوفريوا لازم نستعملوا البوفريوا بالقشره نتاعها، ما يسمش معناتها تكون مقشره، باش من بعد تجيكم معناتها اللوم تاع العصيده يجي مزيان ويجي غامق ما يجيش معناتها فاتح. وبالنسبه هنا على 300 غرام بوفريوا باش نستعمل 150 غرام فارينة، ديما اشتر الكميه فارينة. وباش نستعمل هنا 130 غرام سكر، ديما السكر هنا حسب الذوق، استعملوا معناتها الكميه اللي تحبوها. باش نستعمل هنا 400 ملل حليب، وباش نستعمل نص لتر ماء. بالنسبه هنا لطريقه التحضير، اول حاجه هنا باش نحمر البوفريوا لازم نحمروها بالباهي، معناتها ما لازمش معناتها نخلوها اللون تاعها هكا ابيض، لازم نحمروها بالباهي. تشوفوا معايا كيفاش لازمها تكون. بعد ما حمرت البوفريوا شوفوا هنا كيفاش اللون تاعها، لازم اللون تاعها يولي هكا معناتها يولي عدوري، ما لازمش نخلوها معناتها حتى تحرق، جوست معناتها يولي اللون تاعها هكا ذهبي باهي. هني باش نكمل نرحي البوفريوا. بالنسبه هنا البوفريوا لازم نروحوها بالقشره نتاعها باش بعد يعطينا معناتها لون مزيان في العصيده، ولازم ما نروحوها بالبي حتى تقر زيتها، لازم معناتها تسيب الزيت هذيك اللي موجود معناتها في البوفريوا، لازم معناتها يخرج. كامل هكا نرحي البوفريوا، وكل مره هكا نعاون الاشوار نهبط شويه معناتها على جنب كي تطلع البوفريوا، ونكمل نريحي حتى نكمل هنا الكميه اللي عندي. هنا تنجم تروحوها هكا في اشوار والا في رحايه نتاع القهوه، اي معناتها هكا ميكسور تعرفوه معناتها قويه عندكم تستعملوه. وهنا كيما تلاحظوا كملت رحيت البوفريوا بالباهي، حطيت قرن زيتها، لازم معناتها نتحصلوا على القوام هذا، لازم نروحوها بالباهي. هنا بعد ما كملت رحيت البوفريوا خديت هنا هكا بول باش نحط الكميه اللي عندي الكل. وهنا بالنسبه للبوفريوا تنجموا تستعملوا هكا كيفي 300 غرام، والا تنجموا تنقصوا في الكميه والا تزيدوا. تو نخليكم في صندوق الوصف معناتها الريسيت تاع 300 غرام، تو نخليكم كيف كيف الريسيت تاع 100 غرام باش نتوما من بعد تصرفوا، معناتها تنجموا تزيدوا والا تنقصوا في الكميه كيف ما تحبوا. هني باش نضيف الماء. بالنسبه للماء هنا استعملت نص لتر ماء، تنجموا هنا بالنسبه للعصيده طيبوها الكل بالماء، والا تستعملوا هكا تخلطوا كيف تستعملوا حليب وماء، والا تنجموا معناتها طيبوها بالحليب كهو كيف ما تحبوا معناها. وهنا كيما تلاحظوا كملت حليت هنا هكا البوفريوا والماء من بعضهم، خلطتهم مع بالميكسور بلونشون. تنجموا هما بنفس الطريقه استعملوا هكا كيف ميكسور بلونشون، والا تستعملوا اي خلاط كهربائي عندكم، مش بالضروره لازم معناتها ميكسور بلونجون. وهنا كملت ضفت الفارينة، بالنسبة للفارينة غربلتها باش تنقص معناتها الكمية بتاع الكعابر. بالميكسور بلونجون هكا باش كامل خلط المكونات كل مع بعضها، حتى نتأكدو ان الخليط تاني مبقاش فيه كعابر. هنا بعد ما كملت خلطت المكونات كل مع بعضهم، توا باش نضيف الحليب، باش نضيف اخر حاجة الحليب، وكالعادة كامل خلط المكونات كل مع بعضها. طريقة سهلة وبسيطة كيما تلاحظو، ومتاخدش برشا وقت، في ساعة معناتها تحضر عصيدة تاع البوفريوا. بعد ما كملت خلطت المكونات كل مع بعضها، هنا خديت الكسرونه باش نطيب فيها، خديت هكا صفيه باش نكمل نصفي الخليط اللي تحصلنا عليه. بالطريقه هذه نضمن انه بعد العصيده نتاعنا ما تكعبرش، وحتى كيف معناتها كعابر توا نتاع فارينه كي يتحلوا معناها. وهنا كملت حطيت الكاسرونه نتاعنا على الغاز، نبقى هكا ديما نحرك. بالنسبه هنا للنار ماهيش قويه، تكون معناتها متوسطه من الاول هكا باش نحرك بفوي باش المكونات كل تدخل مع بعضها، وكيف ما حتى كعابر ولا اي حاجه يتحلوا من الاول. ومن بعد باش نكمل بمغرفه لوح، باش كامل هكا ديما نحرك، ما يزوش نحبسوا عليها العصيده، لازم ديما نحركوا باش ما تكعبرش معناتها العصيده نتاعكم، ديما حركوا. بالنسبة هنا للقوام هكا معناتها كان جاتكم في الاخر حسيتوه مكبوسة شوية، تنجمو تضيفو شوية ماء ولا شوية حليب باش ترخفو معناتها العصيدة نتاعكم باش ما تجيكمش معناتها عاقدة برشا. وهنا اخر حاجة باش نضيف السكر، تلاحظو هنا اللون تاعها كيفاش باش يتبدل، شوفو هنا ما شاء الله اللون تاعها كيفاش معناتها يولي غامق هكا كي نضيفو السكر. وبالحق من انجح الوصفات نجم تجربوهم لعصيدة البوفريوا تجيكم بينا على الاخر، تابعوا هكا الريسيت اللي عطيتها لكم بقدرة الله تنجح معاكم من اول تجربة.
هنا العسلم تاعنا حضرت، جا كيما تلاحظوا هكا ولت بغبغ، معناتها سبا العسلم تاعنا حضرت وهي سخونه هكا. باش كملها نصبها، بالنسبه هنا حطيتها هكا في حاجه باش نجم نصبها باش ما تمسخش بعد الكوبيت تاعنا. تنجم تصبوها بالطريقه معناتها اللي تحبوها، بالنسبه لي هكا نحسها اسهل. طيب باش نخليها تبرد، باش نخلي العسل تاعنا تبرد على جنب، باش نحضر الكريمه. بالنسبه هنا للكريمه باش نحضر كريمه بدون بيض. سبق وحضرت معاكم كريمه عربي مع عادية بالبيض، مره هذه حبيت نبدل باش نحضرها بدون بيض. هنا حطيت 750 ملل حليب، باش نضيف عليهم هنا ساشي سكر فاني والا ملعقه فانيلا، وباش نضيف عليها هنا نشاي. بالنسبه للنشاي هنا استعملت 3 ملاعق نشاي، وباش نضيف عليهم 6 ملاعق سكر، جيم السكر حسب الذوق. نحرك هكا مكونات الكل في البيض ونحطهم يتشيبوا كيما اي معناتها كريمه عاديه باش نحضروها. نبقى هكا ديما نحرك، هنا حطيتها على الغاز، نبقى ديما نحرك حطيت التيب الكريمه بتاعنا. وهنا كيما تلاحظوا الكريمه بتاعنا القوام تاعها عقاد مع تقريب تحضر. اخر حاجه باش نضيفها هنا العطر شيه، ونحرك هكا مكونات كل مع بعضها، وهكا الكريمه بتاعنا حضرت. هناك العاده باش نصبها هكا وهي سخونه، حطيتها هكا في حاجه باش نصبها بسهوله. بالنسبه لي نحسها بلي براتيك معناتها بالطريقه هذه، ما يتمسخوش من بعد الكوبيت ويجو مزيانين. بالنسبه للكريمه بنينه على الاخر بدون بيض، جربوها بنفس الطريقه وتفكروني تجيكوا بنينه برشا. وهني العسيتة متاعنا حضرت، نودكم نشاهيكم. شوف ما شاء الله هني كملت هكا زينتم هكا بالطريقة هذه، وانتم بالنسبة للتزيين ديما يبقى حسب الذوق. المهم العسيتة متاعنا بينا برشا، وبالنسبة للكريمة كيف كيف جربوها بنفس الطريقة بدون بيض تجي بينا برشا. ان شاء الله ربي تكون رسالة التعليم عجبتكم، عجبتكم الطريقة، وكان عجبتكم متنسوش تشجعوني بجيم على الفيديو، اشتراك في القناة للي مازال ما اشتركش. بسلامة، في وصفة جديدة ان شاء الله.